التحية لسعادة السيد سامي عاشور رئيس الاتحاد، نقيب المحامين المصريين. حقيقة كثير ما كنت أود أن أقوله تفضل به أخي طارق، ولكن أقول في عجالة، كنت أتمنى أن يكون هذا اللقاء أو هذه الهبة منذ بداية المؤامرة على سوريا، حتى لا تصل سوريا لما وصلت إليه اليوم. إذا بدأنا هذا اللقاء أو هذه التحركات من بدري، ما كان أن تصل سوريا إلى أن تكون لغمة سائقة لكل من هب ودب وأصبحت مستباحة. ولكن أن تأتي متأخرا خيرا من لا تأتي أبدا. لذلك أنا بتمنى إنه أتمنى أن يخرج اللقاء ده بقرارات قوية ومصيرية وتوصيات قوية ومصيرية، حتى لا يكون مجرد لقاء للتمديد ولإلقاء الخطف فقط. وكذلك يعني أقدم من بعض التوصيات اللي أتمنى إنها تنال حظها بعدين في التوصيات، اللي هي المقاطعة زي ما تفضل في الخطاب قبيل أخونا رئيس الاتحاد، مقاطعة كل البضائع التركية، السياحة برضو، وما هو أهم في ذلك كله الدراما التركية، لأنها أصبحت وسيلة الآن. الدراما التركية أصبحت وسيلة لأتركة، أو إذا جاز التعبير، تقير التفكير العربي للمواطن العربي وربطه بالثقافة التركية من خلال ما يقدم. وبالتالي أنا بتمنى إنه هذا اللقاء أن يخرج بقرارات واضحة وتوصيات قوية، وإذا بتنال نصيبة من التنفيذ. وشكرا جزيلا.